هاي اهلا وسهلا فيكم ببونتا الا بتوسكاني بايطاليا. اجواءنا تليانيه صحيح، المكان رومانتيك طبعا، انما السياره هي المانيه وصاحبها او يلي بيصنعها مقيم بانجلشتاد. عرفتوا دغري انه عم نحكي عن الفور رينجز، عن الصانع يلي كل سياراته صارت تشبه بعضها، ولكن ما فينا الا ما اكيد نحكي عن كفاءته بتصنيع السيارات وببعض الطرازات اللي هي جذابة جدا. انا شخصيا بلاقي الار 8 سيارة حلوة كتير، بس حديثنا اليوم هو عن الاي 5. اي 5 2017 تم تقديمها مؤخرا، تعالوا نتعرف عليها. أودي A5 سيارة ألمانية موجودة بالأسواق من سنة 2007، وهي مصنفة بموقع وسطي بين الـ A4 الصغيرة والـ A6 الكبيرة نسبيا، وبتتوفر بفئات منوعة من الكوب مرورا بالمكشوفة وصولا للسبورت باك وغيرها. وبعد ما أدى الجيل الأول من A5 خدمته كاملة بالأسواق على مدى 10 سنوات، تم تقديم الجيل الثاني الجديد يلي صار أفضل بكتير من النواحي بطبيعة الحال. بالنسبة للـ A5 كوب، فهي سيارة فخمة بجسم من بيبان مع طابع رياضي واضح، وبتستفيد من التصميم الأفضل بين مختلف فئات A5 مع خطوط عصرية ومنسجمة مع بعض البعض، ومع بروز خط السقف الديناميكي وكمان زوايا الميلان الديناميكية للزجاج بالأمام والخلف. وبتتمتع المقصورة بجودة عالية على مستوى المواد المستخدمة وطبيعة المكونات بظل مجموعة واسعة من انتجهيزات الراحة والترف، ويلي صارت أغنى ومتطورة أكتر لسنة 2017. والفخامة الألمانية مترجمة بشكل واضح على مستوى لوحة القيادة يلي بتتمتع كمان بلمسات رياضية مع بروز شاشات العرض المركزية وزرار التحكم الموزعين بأغلبيتهم على أرضية الكونسول الوسطي إلى جانب مسكة الجير بوكس. إشارة أنه التجهيزات الموضوعة بتصرف السائق والركاب فخمة ومتطورة، ومن بينها كاميرا وتجهيزات تحسس أو سنسورز بيسهلوا القيادة للخلف، ونظام لكشف المخاطر وراء A5 بمجرد اختيار وضعية الرجوع للخلف. وعلى مستوى الأداء بتتمتع أودي A5 كوب بقدرات مناسبة على الطريق، بالرغم من اعتماد محرك اقتصادي صغير بسعة لترين، وهالشي بفضل القوة الحصانية العالية يلي بيأمنها شاحن توربو ويلي بتزيد عن 220 حصان، ولكن مع ملاحظة تأخير طفيف بسرعة تدخل التوربو خلال القيادة النشيطة. وإلى جانب ترانسميشن يدوية تبرز الجير بوكس الأوتوماتيكية من 8 نسب أمامية، ويلي بتستفيد من نظام تحكم إلكتروني متطور بيأمن تجاوب ناجح مع المحرك. ومن الضروري الإشارة أنه مختلف فئات A5 الجديدة تستفيد من نظام كواترو للدفع بالإطارات الأربعة بشكل بيعزز الثبات والتماسك بمختلف ظروف القيادة وبأمن توازن كتير عالي. بالانتقال لـ A5 كابريو أو المكشوفة، فهي من جهتها بتستفيد من تصميم جذاب ومن خطوط أنيقة ضمن فئتها. ومن الممكن فتح السقف المتحرك بتحكم كهربائي كامل خلال 20 ثانية، واللافت انه هالسقف اللين مصنوع بجودة عالية وبيأمن عزل كبير للركاب داخل المقصورة، ان كان على مستوى الضجيج الخارجي او حتى على مستوى الحرارة الخارجية،
وبالوقت يلي بتأمن المقصورة شعور بالانشراح للركاب بمجرد فتح السقف وتوضيبه بالجهة الخلفية، بينعكس هالأمر سلباً على قدرات التحميل يلي بتصير محدودة. من جهة تانية، بإمكان A5 المكشوفة التباهي بجودة مكونات المكشوفة قدام الكل على الطريق. إشارة إنه أودي A5 كابريو تستفيد مثلها مثل باقي الفئات من مجموعة من التجهيزات الإلكترونية المتطورة، من بينها نظام تحذير للسائق في حال الخروج عن خط المسار، ونظام تنبيه من خطر وقوع حادث اصطدام جانبي، وكروز كنترول متأقلم بمعنى أنه بيتم تخفيف ورفع السرعة أوتوماتيكياً ومن دون تدخل السائق بحسب حركة وسرعة السير قدام A5. وبيبرز كمان نظام الإضاءة يلي بغير زوايا الإنارة ومدى توهجها تبعاً للسرعة وطبيعة الطريق. وكل هالأنظمة المتطورة والمهمة على مستوى السلامة متوفرة كتجهيزات إضافية بمقابل مبالغ مالية مختلفة، مع تسجيل غياب نظام الكبح الأوتوماتيكي بالحالات الطارئة ويلي صار متوفر بكتير من السيارات المنافسة، وكمان غياب بعض التجهيزات الهايتك الخاصة بالترفيه. وأداء A5 كابريو فعال على الطريق مع تسجيل نتائج كتير إيجابية على مستوى معدل استهلاك البنزين. ومن خلال نظام درايف سيلكت بإمكان السائق الاختيار بين أكثر من وضعية قيادة، ومع كل خيار تتغير برمجة السسبنشن والستيرينج وسرعة تجاوب المحرك والترانسميشن. أما A5 سبورتباك فهي بدورة خيار ثالث متوفر للمستهلكين، بيتميز بجسم من 4 أبواب جانبية مع خطوط خارجية سلسة وانسيابية من مختلف الجوانب. والتصميم الداخلي بيتمتع بالجاذبية بظل جودة واضحة للمكونات والمواد المستخدمة، علماً أنه الركاب بيستفيدوا من راحة عالية باستثناء المقعد الوسطي بالخلف. وبالنسبة للأداء، بتتمتع الفئة سبورت باك بالسلاسة على الطريق مع بروز تجاوب الترانسميشن والتوازن الناجح المتوفر بفضل نظام كواترو للدفع الرباعي. ولولا غياب الإحساس بالتواصل بين الإطارات الأمامية وإيدين السائق بسبب عدم مثالية برمجة ستيرينج ونظام التوجيه، كفينا نحكي عن أداء كتير ناجح وديناميكي للفئة سبورت باك من A5. وبالنسبة للتجهيزات الإلكترونية فهي غنية ومنوعة، وبالرغم من توفرها كتجهيزات إضافية سعر المدروس والعادل بيعوض هالشي. وبالنهاية أكيد أنه أودي A5 الجديدة تعتبر من السيارات الألمانية المحترمة بفئتها، وهي بتستجيب لطلبات مجموعة واسعة من المستهلكين بفضل تنوع فئتها وخياراتها. ومن الضروري الإشارة بسبب عدم إشراكنا من قبل شركة أودي بالإطلاق الرسمي وبالتجارب الميدانية لهالطراز، اضطرينا نبني هالتحقيق ونجيب المعلومات عن مجموعة A5 الجديدة من أهم مواقع تجارب السيارات العالمية، ومش من خلال اختبارنا المباشر الخاص والمبني على خبرة 25 سنة بهالمجال. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.